خبرنا اليوم مشاهدين الكرام من تعز، حيث الأحزاب والقوى السياسية تلتقي لبلورة رؤية عمل مشتركة في المحافظة. فقد التقت الأحزاب والقوى السياسية في تعز على طاولة واحدة من أجل الخروج برؤية جامعة تكون بمثابة برنامج عمل مشترك يعزز من عملية استكمال تحرير المحافظة واستعادة مؤسسات الدولة. المزيد من هذا الخبر في سياق هذا التقرير. المزيد من هذا الخبر في سياق هذا التقرير الذي أعده مشكورا زميل فؤاد فارس. السلطة المحلية بتعز تدعو القوى السياسية للقاء تشاوري جامع لتدارس الوضع الراهن والاستماع للرؤى والمقترحات التي تعزز من سلطات الدولة وحضورها. دعوة من قبل السلطة المحلية لجميع المكونات والأحزاب السياسية في محافظة تعز من أجل توحيد الرؤى والأفكار. هناك أحزاب تقدمت برؤى وأفكار مختلفة لجميع المكونات والأحزاب السياسية، فتم تشكيل لجنة في خلال هذا اللقاء لدراسة هذه المبادرات وعمل لها آلية تنفيذية بحيث يتم الخروج برؤية واحدة. حضرت القوى السياسية والتقت واستمع الكل لوجهات النظر المختلفة التي كانت كلها تصب في مصلحة مدينتهم واستقرارها. خروج برؤية، هذه الرؤية تنقذ تعز، تكون عبارة عن منقذة لتعز وتكون عبارة عن برنامج يشتغل عليه الأحزاب السياسية والسلطة المحلية للخروج بتعز إلى بر الأمان. تعز وهي تواجه المشروع الظلامي للحوثي والمخلوع لا بد لها من أن تستكمل عملية التحرير وبناء المؤسسات وبناء الحاضر والمستقبل، وبالتالي فقد دعيت لأن دعت أحزابها وتداعت لأن تمثل قوة جديدة وانطلاقة جديدة نحو استكمال كافة مهامها من تحرير وأمن واستعادة السلطة المحلية ومؤسساتها بشكل عام. الهدف من هذا اللقاء هو استقبال الرؤى المقدمة من الأحزاب السياسية وذلك للوقوف عليها والخروج برؤية واحدة مشتركة تعالج قضايا تعز المتمحورة حول ثلاث قضايا، وهي استكمال التحرير، استعادة سلطات الدولة وتفعيلها، وحل المسألة الأمنية. مهمة جامعة لنا كلنا، تتجاوز كل هذه الأطر، تتجاوز الإطار الضيق كإطار حزبي منفرد وتتجاوز المكونات الحزبية أو التكتلات الحزبية إلى تكتل جامع، إلى الصفاف يتحدث عن تعز، عن القضايا الأساسية التي تحتاجها تعز كلها. الكل مسؤول عما يحدث في تعز، والكل يشعر بأن مدينتهم تستحق الكثير من الأمن والاستقرار، وستلتقي كل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لتحقيق هدف واحد بملتقى أكبر وأشمل بعد شعورهم بأن الكل مستهدف وأن مدينتهم في خطر. شكرا للزميل محمد يوسف مراسلنا في تعز على هذا التقرير، وأرحب للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بضيفي عبر الهاتف الأستاذ نبيل جامل مستشار محافظ محافظة تعز. مرحبا بك أستاذ نبيل. مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ نبيل. هذا اللقاء هو برعاية السلطة المحلية في تعز، لكن في أي إطار يأتي؟ اللقاء هذا طبعا ليس وليد هذه اللحظة، الاجتماع الأخير هذا كان هو بمثابة الإعلان بما تم التشاور حوله لأكثر من 4 أشهر. الفكرة بداية لحي الأخوة في اللقاء المشترك الذي بدأ بفكرة بلورة رؤية واحدة في تعز مرتكزها الأساسي، وهذا كان برضو من الشيء الجميل اللي يجده أحزاب اللقاء المشترك. 3 مسارات، المسار الأول هو استكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز من قبضة الميليشيا الانقلابية، والمسار الثاني وهو قضية استعادة مؤسسات الدولة والسلطة المحلية، والمسار الثالث في قضية الأمن وما يحتاجه الأمن وضبط نفوذه خاصة في المناطق المحررة. ثم أتت السلطة المحلية، وهذا كان أيضا مشروع جميل تبناه بداية الأخ محافظ المحافظة في
بتواجدي كان في مدينه عدن، وكان الافضل ان يكون الاخ المحافظ موجود معنا في محافظه تعز ليتبنى كان هذا المشروع المتكامل. فالبركه بالاخوه الوكلاء كما انبرى احد الوكلاء وهو ايضا رئيس حزب فرع المؤتمر الشعبي المؤيد العام المؤيد للشرعيه في محافظه تعز لاخراج هذه الفكره وضم بقيه الاحزاب الغير منضويه للتحالف اللقاء واللقاء المشترك. كان الاخوه في المؤتمر الشعبي العام وحزب البعث وايضا الاخوه في الاتحاد الرشاد السلفي. الكل في تعز استشعر المهمه التاريخيه للقاء على عاتقه خاصه في هذه المرحله الحرجه ليس لابناء تعز ولكن لليمن بشكل عام وايضا الظرف الاقليمي والمخاطر المحيطه به. ربما اشرت الى بعض الاحزاب السياسيه التي يعني شاركت في هذه الفعاليه وهذا الملتقى، قد يكون مفيدا لو ذكرنا كل هذه الاطراف الموجوده. طبعا نشير هنا الى الاحزاب اللقاء المشترك عملت على تقديم رواء وشكلت لجنه بصياغه هذه الرواه. عفوا استاذ نبيل، احزاب اللقاء المشترك حسب المسمى القديم كان يشمل حزب الحق واتحاد القوى الشعبيه وغيرها من الاحزاب، هل كل هذه الاحزاب تعنيها؟ نتكلم نحن الان على اللقاء المشترك وهذه تجربه فريده خصصت بها محافظه تعز، لانه بحسب معلوماتي انا لم يعد هناك لقاء مشترك موجود على الواقع حقيقة يمارس دوره غير في محافظة تعز والذي يمثل التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، اتحاد القوى الشعبية. هذه الأربعة الأحزاب المنطوية تحت اللقاء المشترك، قد كل حزب قدم رؤية لتسعيد آلية وعمل اللقاء المشترك وأيضا الاتفاق على تقديم رؤية باستشراف وجبهة عريضة لخدمة المدينة وتحقيق ثلاثة الأهداف أو المسارات التي ذكرتها آنفا. ثم تسلى الفكرة من تبني السلطة المحلية لهذا الزخم وهذا العمل بأن يتم ضم بقية الأحزاب، وفعلا تم الآن مطالبين فعلا الأخوة في المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية بتقديم رؤية، وايضا حزب البعث العربي الاشتراكي تقديم رؤيه، الاخوه في الاتحاد الرشاد السلفي قدموا رؤيه، تم الرؤى المقدمه لحزب اللقاء الاشتراك، وتم تحديد كما ذكرت في التقرير بفتره اسبوعين، وتم تشكيل لجنه من هذه الاحزاب السبعه المجتمعه لخروج رؤيه واحده من كل الرؤى المقدمه خلال فتره اسبوعين، ثم العمل على آلية تنفيذية لهذه الرؤية. عندما اطلعنا على بعض هذه الرؤى وجلسنا على بعضها وجدنا هناك تطابق في بعض الرؤى يوصل إلى 90 و95%. جميل. لا يوجد اختلاف. جميل. وهذا للأسف الشديد عندما كان قيادة السلطة المحلية في تعز أو الأحزاب أو سابقا من تنسيق المقاومة وقائد المقاومه عندما كانوا ينتقلون الى محافظه عدن لقياده الشرعيه او قياده التحالف كانت هناك نظره اتفقوا في تعز. يقول للاسف الشديد في تعز الاختلاف بسيط جدا وهامشي جدا. اقول لك على سبيل المثال اخذنا رؤيتين، الرؤيه المقدمه من التجمع اليمني للاصلاح والرؤيه المقدمه من اخوه التنظيم الاخوه الناصري. اشتغلت انا عليها شخصيا ومع الاخوه في التنظيم الشعبي الناصري وجدنا ان فعلا نسبه الاتفاق تصل الى 90 و95%. الاختلاف بسيط جدا في قضايا يمكن الاتفاق معها عليها في ظل المخاطر المتبقاه التي تتطلب من الكون ان يتنازل ليس هزيمه لحج او لشخص ولكن يتنازل لتعز ويتنازل لليمن حتى نسير الى الامام، لان الاخطار المحيطه الان قد تحدث للجميع، لن ينجو احد. مثل ملف استكمال تحرير تعز،
هل هناك تباين مثلا في وجهات النظر في هذا الملف، يعني من حيث التفاصيل ام ماذا؟ ام الجميع متفق يعني؟ كما اسلفت سابقا، انه من الاشياء الايجابيه والكويسه ان كل الرواة اتفقت على الثلاث هذه المسارات، لا يوجد اختلاف. لا يوجد في تعز اي مكون حزبي او غير حزبي يختلف على قناه استقلال التحرير. لا يوجد اي مكون حزبي، قوى مدنيه، قوى فصائل اخرى تختلف على قضيه اعاده الدوله ووقف النفوذ او اعاده مؤسسه الدوله وتشغيلها كمكاتب تنفيذيه وغيرها، لا يوجد اختلاف. ايضا كل مجمعين على القضيه الامنيه والورقه الامنيه، بقضيه فعل التسريع بمد الاجهزه الامنيه بما تحتاجه من الامكانيات لضبط سيطرتها على كل المناطق التي تم تحريرها. الانفلات الامني لا يخدم احد، الكل يريد الامن، احزاب، افراد، جماعات، الكل يريد الامن. نحمد الله ان في مدينه تعز لا يوجد مشروع اخر غير مشروع الدوله المدنيه، لا يوجد مشروع اخر غير مشروع مخرجات الحوار الوطني والدوله الاتحاديه. اقول من خلال التواصل والجلوس للقاءات اثمرت عن هذا المنتج الاخير والمحضر، وان شاء الله سبحانه وتعالى في قادم الايام تخرج برؤيه واحده وآلية تنفيذيه لتطبيق هذه المخرجات ونراها في قطاع الواقع باذن الله. والسؤال هنا كان استاذ نبيل، كيف سينعكس التحرير؟ درجة التحرير مرتبط اساسا ليس بابناء تعز كقوى سياسيه وغيرها. ابناء تعز قدموا الاف الشهداء والاف الجرحى، هم يدافعون عن مدينتهم والكل يعلم. درجة التحرير مرتبط اساسا بجهتين اساسيتين، الحكومه الشرعيه او الدوله الشرعيه الممثله برئيس الجمهوريه ومعالي رئيس الوزراء وايضا الوقوف في حاله. لا يوجد في تعز من يقول انه يريد تحرير او استكمال التحرير، بل نحن اليوم قبل بكره نحن نحتاج في تعز والكل مجتمع على هذا، نحتاج في تعز فقط لقضيه الامداد بالسلاح وبالمال، اما الرجال فتعز صبر الرجال الى كل مكان يتم استكمال تحرير محافظه تعز. الأستاذ نبيل جامي المستشار محافظ محافظة تعز، كنت معنا من تعز، أشكرك جزيل الشكر. من خلالك ناقشنا هذه اللقاءات التي تنعقد في تعز لقيادات الأحزاب السياسية هناك والتي تهدف إلى تشكيل رؤية موحدة لها في إطار المحافظة. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل.